زي ما الأنثى أو البنت أو الامرأة أو الست عامة، في كلام كده بيأثر فيها قوي ويرشق في القلب، زي ما احنا بنقول والله الرجل كمان في كلام بيعمل نفس العمل مع بفطرته كرجل كده، في كلمات مؤثرة قوي فيه. معانا مجموعة كلمات أو عبارات في حلقة النهاردة مؤثرة قوي في شخصية أي رجل مهما اختلف عمره أو ثقافته أو جنسه إلخ يعني إيه إلى آخره. وأنا لما قلت قبل كده لا أنا ما انصحش عن نفسي كمحمد أبو زيد إن الأنثى هي اللي تروح تعترف لرجل إن هي بتحبه، سواء تقول له أنا بحبك أو أنا معجبة بيك، ما ينفعش إيه بأي يعني حال من الأحوال كده من البداية، حتى لو الرجل ده يعني ما فيش بينا بقى لسه علاقة حب أو ارتباط، بس أنا كأنثى ذكية كده حبيته أوي معجبة بيه أوي، بس مش عايزة إن أنا يعني سمعت محمد أبو زيد في كذا حلقة بيقول لا ينصح إن أنت تصارحي بمشاعرك وتقولي بشكل مباشر، فعايزة الرجل ده أأثر عليه وفي نفس الوقت كده بشكل شيك، أعمل إيه؟ برحب بيكم سريعا كده وبقول اللي مشتركش في القناة اشترك عشان إشعارات الحلقات دايما توصل له والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وتعالوا بينا نبتدي. أول حاجة في جملة تؤثر في الرجل أوي لو الأنثى قالتها، بحس ان انت شبهي قوي او بحس ان تفكيرنا واحد او بحس ان احنا قريبين قوي من الشخصية او من الدماغ في بعض. ليه يا عم محمد ابو زيد الكلمة دي مؤثرة؟ انت كده لما تقوليها بتديله يعني مسج بشكل غير مباشر ان احنا متوافقين، خلي بالك مع بعض، شايفين الذكاء، ما هي الحياة كلها فن وذكاء، احنا متوافقين، احنا طباعنا تلائم بعضها، احنا لو كملنا مع بعض هنكون متفاهمين قوي. والرجل عامة يحب قوي الست اللي يحس ان هي هتكون متفاهمة معاه او هتكون بتكمله، وممكن بقى ده يكون زميلي في العمل، يكون قريبي، يكون زميلي في الدراسة، احنا ما ارتبطناش بس الكلام بقى جمعنا سواء على السوشيال ميديا او حتى وش الوش، ممكن في النص اجي انا كأنثى قايله له كلمة زي دي. صدقيني كلمة مؤثرة قوي، ولكن الكلمة او العبارة اللي بعدها اكثر تأثيرا منها. خلوني برضو انوه كده يا جماعه، يا ريت لو شايفين الحلقه دي مفيده ان يدوس لايك توصل لبقيه اصدقائنا اللي بيبعتوا لي كتير وانا بتاخر في الرد عليهم وبعتذر قوي، بشوف الدنيا يعني ايه الاسئله والاستفسارات اللي في دماغهم، وبنعمل حلقات زي دي، حلقات بتكون شامله وكافيه ووافيه ترد على الجميع بدل ما ارد على كل واحد خاص خاص. انا يعني كده كده هرد عليكم بس ممكن اتاخر شويه، فما تقولوش ان انا مطنشكم، انا بعمل الحلقات دي والله بناء على طلباتكم واسئلتكم اللي بتوصلني. تاني عبارة مؤثرة قوي لما اقول انا كأنثى للرجل انا بحس ان انت مميز قوي او ان فيك حاجة مميزة قوي، فطرة الرجل يحب كده، يحب يحس برجولته قوي، وحاجة زي دي تحسسه برجولته بالذات لما تقولها أنثى ذكية وشيك تقولها له، لما انت وكلام يعني كله بشكل شيك وبشكل لبق ومؤثر قوي، لما اقول انا كأنثى للرجل انا بحس ان انت مختلف عن الاخرين، مميز عن الاخرين، تخيلوا كده هيبقى رد فعله عامل ازاي. على طول دايركت الانثى دي تلفت انتباهه ليها، هي بتقول الكلام في يعني بتقول الجمله دي عادي في نص الكلام الدارج كده، صدقوني هينسى كل الكلام اللي اتقال الا الجمله دي. نخش بقى على عباره او جمله اقوى، تخيلوا لما الانثى الذكيه تقول للرجل أنا بحس دايما بالأمان وأنا معاك، أو بحس حتى إن أي أنثى هتكون معاك هتكون عايشة في أمان، يا سلام بقى أأكد له رجولته أكتر، أديله الإيحاء ده أكتر، أحسسه برجولته هو الرجل كده. يا جماعة يا أنثى اسمعيني الكلام ليكي، يا بنوتة يا اللي مشدودة لحد وعايزة إن أنت تعرفي تكسبيه وتاكلي دماغه عادي، إيه المشكلة؟ ما هي الرجالة بتتعلم هي كمان إزاي توقع البنت في شباكها، ما تتعلمي أنت كمان وبعد كده تتجوزيه ويبقى هو الراجل بتاعك، إيه المشكلة؟ دايما الست الفاهمة تفرق عن الغشيمة، سوري في اللفظ يعني، واللي بتعرف ازاي ان هي
تتعامل. الكلمات والجمل دي كلمات سحرية قوي قوية، ليها أقسم بالله مفعول السحر على أي رجل. بحس معاك بالأمان، أنت أمان قوي. تخيلوا بقى يا على الفطرة الغريزية والغريزة اللي عند الرجل، أنا رجل ودي أنثى ضعيفة، المفروض مش ضعيفة في شخصيتها، ضعيفة في تكوينها الجسماني، معروف يعني ايه ضعيفة في نبرة صوتها. انا بحسسها بالامان، بتستمد قوتها من احساس يعشقه اي رجل في الدنيا. احنا لسه ما خلصناش الكلمات او الجمل السحرية اللي بنديها لك في حلقة النهاردة، اللي تساعدك ان انت تخترقي ترشقي كده سهم في قلب اي رجل مهما كان تقيل وعنيد وشايف نفسه ومش دي اللي تملى عيني ومش دي اللي تحسسني بكياني. انت بتحسسيه كده بكيان. جملة حلوة قوي، ودي يعني ممكن كمان حتى تتقال قبل ما يكون في اعتراف. تخيلوا بأي حاجة منكم ما شفتش أرجل منك في حياتي، أو بحس إن أنت راجل قوي. يا سلام كده، الرجل ده لو عنده عقدة نقص، لو حاسس بنقصه وبيتقل عليكي ويعامل تقيل ويوي، لما تقولي له جملة زي دي أنت أشبعتي حاجة زي كده عنده، خلاص أصبح بيلاقي معاكي الكلام اللي بيسعده نفسيا وبيأثر فيه. وبقولك الجمل دي لو اتقالت الرجل ينسى أي كلام قاله واتقاله طول اليوم، إلا جملة من الجمل اللي احنا بنقولها دي، بالذات لما تكون من إيه، من ست أو أنثى. تاني هقول دلوعة وشيك وفاهمة، أو شيك وفاهمة. استحالة أي رجل مننا يقدر يقاوم سحر وقوة وعميق كلمات زي دي. والمرتبطين تقدري كمان تقولي له كلمات زي دي، مش بس اللي هي عايزة تلفت انتباه واحد، عشان تحافظي عليه، عشان تديله البرستيج اللي هو بيحبه. لان كان في حلقة عملناها من كام يوم اصدقائنا، كان اخر علامة واقوى علامة مؤثرة في الرجل ان انت تديله برستيجه. فلقيت في التعليقات ناس كتير بتقول يعني ايه اديله برستيجه اللي احنا بنعمله ده، الكلمات اللي احنا بنقولها دي من وقت لآخر. أسهل حاجة عليك إن انت تتكلمي بس تحسسيه إن هي طالعة من جواكي، مش بتقوليها كده تقضية واجب أو تريقة، خلي بالك لا تقعي في الفخ ده. آه طبعا يحسسه ببرستيجه وفوق وعشر أضعاف كمان. هو الراجل عايز إيه من الأنثى لما تقوله؟ عايز إيه أكتر من كده لما هي تقوله كلام زي ده؟ ما شفتش أرجل منك. في ايه تاني ممكن يسعد الرجل؟ الخلاصة بقى، الجملة او العبارة القاتلة، يعني تضربيه في مقتل زي ما احنا بنقول كده. وعلى فكرة تنفع للست كمان العبارة دي، واي ست النهاردة يعني او دلوقتي بتتفرج عليها تقيسها على نفسها، لو الرجل اللي هي معجبة بيه او بيحاول يقرب لها قال لها الجملة اللي احنا هنقولها دي مع نفسها كده، شوفي كده هتحسي بسعادة قد ايه، ونفسيتك تبقى مبسوطة قد ايه. انت احلى حاجة في دنيتي، او انت فرحتي. تخيلوا الكلمات دي او العبارات دي على وقع الرجل، على وقع اذان او سمع الرجل، تبقى عاملة ازاي؟ كلمات ما ينفعش اي انثى ما تقولهاش للي هي بتحبه بجد، لان الرجل مننا محتاج يسمع كلمات زي دي. ما تروحيش تقولي له معجبة بيك او انا بحبك، عايزة تلفت انتباهه، انتوا اصدقاء قرايب زمايل وعايزاه هو اللي يعترف، قولي له الكلمات دي، قولي له العبارات دي، صدقيني هتبقي انت اميز اميز انثى في عين. عبارات تذيب قلب الرجل فعلا وتؤثر فيه بمعنى الكلمة. ولكن بقى يعني في حاجات تانية احنا نوهنا في حلقات العلاقات ليها، عشان ما فيش انثى تتكل يعني تقول انا اقول كده وخلاص. بقى في حاجات تانية قلناها، الاهتمام بنفسك، حتة تقل كده يعني في النص مطلوبة، حتة هدوء كده وتحكم في نفسك، على ثقة على طموح. قلنا احنا الصفات اللي بيعشقها اي رجل عامة في الانثى. ولكن كنت بجاوب النهاردة في اصعب صفة، اللي هي كانت الصفة الأخيرة اللي ما كان أصدقائنا مش فاهمين يعني إيه أديله برستيج، وهي يعتبر الحلقة دي. اكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي، أنا بكون سعيد جدا وبقرا كل تعليقاتكم. وشيروا على قد ما تقدروا، الإفادة تعم إلى الانستجرام، الفيسبوك، قنواتنا التانية أو قناتنا التانية للفضفضة والكورة، كل الروابط دي في وصف الفيديو وأول تعليق. عندنا لايف باستمرار على الانستجرام وعلى الفيسبوك، اللي ما اشترك شريت وعنده الحسابات دي يشرفنا. وإلى اللقاء.